ومعانا استاذ دكتور وليد عمار استاذ القلب كليه طب جامعه القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بيك. ايه راي حضرتك في مؤتمر اي ماك السنه دي؟ بصراحه مؤتمر اي ماك مؤتمر عالي التخصص والتميز. دايما بنحضر المؤتمرات سواء في مصر ناشونال او برا انترناشونال، بيفرقوا دايما تلاقي المؤتمر فيه الاوعيه الدمويه بشكل عام متضمنه شرايين الطرفيه وشريان الاورطه وشرايين السبتيه وشرايين المخ وشرايين القلب، انما ده المؤتمر الوحيد اللي انا بقدر احضره بشكل منتظم منذ 3 سنوات، وده المؤتمر الثالث اللي بحضره اللي بيخص تخصص الشريان الاورطة بكل مشاكله ومضاعفاته وحلوله والتقنيات الحديثة فيه والتميز في التخصص والدقة في التخصص. ده عاطي ميزة كبيرة قوي المؤتمر ده، والحضور اللي احنا شايفينه طبعا حضور كبير جدا، والمؤتمر من المؤتمرات المشهود ليها بالنجاح اي ماكس 3، ومجهود شركة ايكوم تنظيم على اعلى مستوى بصراحة، انترناشونال ارانجمنت بصراحة. تمام. وايه رأي حضرتك في التعاون الدولي والخبرات الدولية اللي موجودة في المؤتمر السنة دي، وحضرتك شايف ده هيفيد المؤتمر ازاي؟ الموضوع ليه اكتر من شق. طبعا التواجد من كتير من دول العالم وخصوصا المتميزة في المجال ده، في مجال الاوعية الدموية وخصوصا الاورطة، من اعلى السنترز اللي ديديكيتد في العالم لجراحة الشريان الاورطة سواء جراحيا او عن طريق القسطرة التداخلية. السادة المنظمين وعلى رأسهم الدكتور محمد حسني عاملين تنظيم رائع جدا، وواضح ان لهم ثقل، والمؤتمر وزنه وسمعته بتزيد سنه بعد سنه. السنه دي الحضور اكتر بالنسبه للانترناشونال سبيكرز والفاكولتي جيست اللي من بره عن السنين اللي قبل كده. ده بيعكس تقدم المؤتمر وزياده سمعته الدوليه، وبيعكس للوجه الاخر هي الاستقرار اللي حاصل في مصر على المستوى الاقتصادي، يمكن السياسي، الناس بتشعر بالامان اكثر انها تيجي مصر بشكل افضل من قبل كده، شعور بالارتياح العام والثقه والسعاده عندنا كلنا من وجود انترناشونال سبيكرز بالحجم ده. تمام. ايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنه دي في مؤتمر اي ماك؟ هو انا السنه دي مدعو عن اسم القلب، بالإضافة لكثير من أساتذتي وزملائي في تخصص القلب اللي عارف إن القائمين على المؤتمر في الأساس هم جراحة أوعية دموية، جراحة أوعية دموية، وكثير منهم بيشتغل عن طريق القسطرة التداخلية، فالموضوع يتضمن الجراحات والقسطرة. إحنا اسم القلب أو تخصص القلب عموما في مصر وفي العالم كله كان ليه الريادة والأسبقية في شغل القسطرة التداخلية، ده سبق شغل الأوعية الطرفية، يعني في تقدم كثير في الشرايين التاجية عن طريق القسطرة، ثم التخصص انتقل بعد كده للأوعية الطرفية. فاحنا عندنا الحمد لله خبرة كويسة جدا، معظم شغلنا بالقسطرة التداخلية، وبعد كده الجراحين اشتغلوا أكتر في الأوعية الطرفية، لكن مازال المريض هو مريض واحد. المريض ممكن يشتكي بالشرايين التاجية والشرايين الطرفية، هو مريض واحد، والإصابة ما بتجيش في مكان دون الآخر، في الغالب بتصيب ده وده، ففي تعاون. يعني المريض اللي عندهم اللي محتاج تدخل جراحي أو قسطرة للشريان الأورطة في الغالب عنده مشكلة في القلب، محتاجيننا اللي احنا نكون معاهم في تظبيط العيان من الناحية العلاجية وأثناء وبعد العملية اللي هيعملوها، لأن كتير من مرضى الشريان الأورطة والشرايين الطرفية عندهم مشاكل في الشرايين التاجية وعضلة القلب وما شابه. فهو تعاون من قديم الزمن ما بيننا، يعني في شغل كتير، رسائل دكتوراه وماجستير ما بين اسم القلب وجراحات الأوعية الدموية، لأن هو مريض واحد، وبالتالي ما ينفعش نهتم بجزء على حساب الاخر. انا كتير عشان اعمل قسطره للشريان التاجي محتاج دكتور الجراحه الاوعيه الدمويه يساعدني للاكسس ازاي اوصل لو عنده مشاكل كتير طرفيه وهكذا. فهو تعاون دايما قائم بيننا وبين زملائنا واساتذتنا في قسم جراحه الاوعيه الدمويه. تمام. ايه المشترك بين تخصص امراض القلب والاوعيه الدمويه؟ ايه اللي بيربط ما بين التخصصين بمعنى اصح؟ زي ما قلنا ان كتير الوقت من مرضى القلب هي مرضى شرايين تاجيه. مرضى الصمامات اللي هي الحمى الروماتيزمية قلت كتير عن زمان، الوقت اتجه التخصص في القلب أكتر للشرايين التاجية ومضاعفاتها. نفس الإصابة اللي بتصيب الشرايين التاجية هي في الغالب اللي بتصيب الشرايين الطرفية، ونفس عوامل الخطورة في الاتنين واحد، اللي هي التدخين، مرض السكر، الكوليسترول، الضغط، الاستعداد الوراثي. فهو المريض في الآخر واحد، والمريض محتاج كونسولتو او ميديكال تيم ما بين تخصص القلب وتخصص جراحه الاوعيه الدمويه عشان نقدر نخرج بالمريض ده لبر السلامه من كل حاجه، مش نساعد علينا نصلح شرايين طرفيه ونسيب حاجه في القلب والعكس وهكذا. فحتى الامراض المناعيه على سبيل المثال، وده الحمد لله المؤتمر السنه دي تطرق ليها بشكل واضح،
الشرايين الاصابه المناعيه للشرايين بتاثر على الاورطه وبرضه بتاثر على القلب. في الاطفال الشرايين اللي متاثره بالناحيه الوراثيه في شريان الاورطه وما شابه برضه هتلاقي فيه مضاعفات على القلب. فمن الصعب جدا انك تلاقي مريض محتاج تخصص واحد، في الغالب هو التيم ده المريض محتاجه، وده اللي بنحاول نوصله للمرضى والاطباء حديث التخرج، ان التيم ورك، ما تعودش تشتغل لوحدك، اتس نوت تمان وان مان شو، لازم يبقى ليك زملائك في جميع التخصصات، مش بس في القلب لكن برضو اطباء البطنه والسكر، المريض ده في الغالب عنده سكر، اطباء الكلى لان معظم شغلنا بصبغه ودي ممكن تاثر على الكلى، فلازم طبيب الكلى يبقى معانا، وهكذا. والتخدير احيانا بنحتاج شغل التخدير معانا حتى في القسطره. فازاي نقدر ازاي نجمع كل التخصصات دي لمصلحه المريض في الاخر، هو ده الهدف من المؤتمر، وننقل الخبرات الجديده والتقنيات الحديثه الحمد لله في مصر هنا للمريض. شرفنا جدا بلقاء حضرتك، ليا كل شرف، ميرسي يا فندم، كتر خيرك، شكرا.